ريحة ديال العشب طبيعي وصحي. بركة دهون في الكرش وزيد الإصابة بالأمراض، خطر، خاصك استشارة. ما عندك ما يدير؟ ما شفتش شي وحدة كتخطر بحالك؟ كولي هادي. وش هالشي غير من الريجيم؟ كوليها. وش كليتي اللحم الحار مقلي في الغداء؟ وش فيه الريحة؟ سباكيتي، سباكيتي بالحار. كليت بزاف ديال النباتات، يلا كلي الدابة غالية وفيها البروتين. اي في شو؟ واش هادشي بصح ضروري؟ هو صرعة كاين شبه، عندك شي دليل؟ قلت لي هذيك هي انا، داكشي كاع ما كافي، ما غناكلش ما غناكلش. اسمع، بغيت نهضر مع الافعى الكورية، تقدر تخلينا بوحدنا شويه؟ جانجيجين، واش خبارك؟ انا ماشي جانجيجين. حساب لك ما غنعرفكش. واخا نكون انا هي، ما تنشرش عليا شي حاجه في مواقع التواصل. واش نمشي؟ واخا، شوفك من بعد. قلت ليهم غادي نخدم في الاعلان. علاش كتبرع بكاع الفلوس اللي كتجمعها؟ الا سرقتي الاضواء وتبرعتي بفلوسك قول لي شنو غيقولوا عليا؟ غيظنوا بلي الفلوس عماتني. بغيتي تبرع؟ نتبرعوا بجوج بينا، ولا على الاقل تقولها ليا. وعلاش؟ واش كنعرفك شخصيا؟ ما متيقاش هادشي. ما عرفتي شكون انا؟ انا كنشوفك مره في التلفازه. كيفاش مره؟ انا ديما في التلفازه. المهم